السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناتي على طريقة الأميرة. اليوم حنسوي بيتزا، عندنا كوبين طحين وبيضة ونص كوب حليب دافي وثلاث ملاعق زبدة مذوبة وملعقة ونص خمرة وملعقتين سكر ونصف ملعقة ملح، ملعقة كوب طبعا. هنا نضيف الخمرة والملح والسكر ونضيف البيضة ونضيف الزبد والحليب، بعدها نعجن. نعجنها زين طبعا. هاي العجينة مو بس للبيتزا، تصير للفطائر. هنا نغلفها بشوية زيت ونتركها تختمر ساعة أو أقل. نغلفها بالبلاستيك نايلون. هنا بعد ما اختمرت نضاعف حجمها. نرش شوية طحين ونفردها بالشيبك. وهنا بكيفكم تردوها سميكة أو رفيعة شوية باللي يعجبكم. هنا نسويها على شكل قرص أو بكيفكم تردوها مربعة بكيفكم. هنا نخليها بقالب، أي قالب أو صينية، أو صينية الخاصة بالبيتزا أو صينية عادية. هنا نثقبها بالشوكة حتى ما تنفخ، الهواء يطلع منها. هنا عندنا الحشو، هنا عندي قص مال دجاج وفلفل أخضر وجبن موتزاريلا، وهنا عندي صلصة بيتزا وأي حشو تردون تخلوه أو زيتون تخلون، مشروم تضيفون، أي شي تردون، أو بس خضار، فلفل ألوان. هنا نخلي الصلصة، هنا هاي الصلصة أنا سويتها. نضيف شوية جبن وبعدها نخلي القص. هنا انتو تتحكمون بالحشو، اي شي تردون تخلون. هنا فلفل خليت وخلو زيتون على ما كان عندي متوفر. هنا الجبن من تخلو، اذا الفرن عندكم يشتغل فوق والجو نفس الوقت خلو وضيفوا الجبن فوق، بس اذا الجو واحد والفوق واحد لا، من تستوي الجو ضيفوا الجبن الفوق وشغلوا الفوق. هنا قبل نخليها الفرن نكون محمين الفرن على درجة 180. هنا بعد ما كملت نقطعها طبعا. العجينة كلش هشة وطيبة، أتمنى تجربوها شوفوا شكلها.
إذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتركوا بالقناة، وأشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله.